حاضر يعلم الغايب ابوي العين ابوي جوها ولايتي جوها كأنك جالس تحلم. هذا شارع خليفة وعدي بمسند غيانوس ما مشيت به ولا تمشي ضاري ابو كسنين الاولي في الوقت اللي خطف اسميني ترترت في الترتير الا دمبك ساير دمبك ياي دمبك ساير دمبك ياي اسميني قزرت وطر فيه يا زين يا العين مبردت وما زين جوك زادها ابوي زادهم هالعين زامين بعمارهم مبنن هين من جو بلادهم من جو بقعتنهم فيها زامين بعمارهم. لا مالله ابوي من يلومكم لا مالله من يلومكم ولا ها فاتح الجامات ندوكم اي اماره تروم تفتح الجامات. الجو اللي يقولون عنه يطول العمر اليوم انا عشت عالم الله هل اني بيز عش زيادة 15 لو 17 يا غير أظن 19. هذا الجو اللي أنا عايش الحين هذا كم ساعة هذا يزيد العمر فأنا أعتقد إني بيزيدني 19 سنة حسب هالخمس دقايق. الجو شو حتى ما باين علي يصير أرقد في رقاطة عيوني ها متلاصقات هباب ما رمى برج إيش أسوي الجو ما يتودر الجو ما يتودر صبر جميل بالله المستعان وحين بسير وبنطفر احياب الله عليكم حد يودر هالجو الغاوي. انا ما كنت ناوي اي العيد ما ادري كيف عزمت واشتليت نص الليل والله لو ادري ابوي الا اني حين استسلم للواقع واسير ابوي الفندق واحط راسي ابوي وانطبل ما شيء ابوي غير الرقاد ولا والله يا ابوك لو دريت ان الجو لهالدرجه بتعدل في العين يني جيت يا ابوك من العصر ولا من عقب العرس عقب ما اديت الواجب اني سيديت سرت البيت الى استسحب الا سنابات ولا انزل اصوار ونزل فيديوهات الشوب اقولكم امور يا جماعه الخير الله كريم يلا تصبحون على خير. اليوم اللعب ما في سناب تو اليوم في سناب لو ما شيء سناب اليوم الا اليوم ما في سناب اليوم ما في سناب ما في اليوم شو يوم اللع اليوم لا هي ليش كل يوم سو ما في فايده بابا طبعاً هي سناب ما في زي كل يوم زي طالع هني خلني انا اشوفك وين انت يعني الحين اليوم في سناب ولا ما في سناب؟ اليوم ما في سناب. ليش؟ أنا في تعبان شغل كل يوم شغل. إيه ما في فائدة كل يوم سناب. نفرات عندهم شغل. نفرات كل يوم شغل. يا رك الله يا متو يا رك الله شكرا يا متو يلا برايك سر. Thank you متو. لا ترى؟ أنا بعد شوي أروح. كذا ما فيني؟ لا بتغدى أبو ظبي. بارك الله فيك يا متو. بعدين راسه كبر. ثانك يو متو يلا سر بسرعة اركب اليوم لا اقولكم هو اليوم يوم لا نحن ندري بان اليوم لا يا غير يا ابوكم كلمه ترقى فوق لين مصراتي وترد تهبط ترقى وتنزل وما في يا ابوكم اي ابودها بموت من القصه ما قلتها تحيدون موضوع الفندق فندقنا هذا الفنان اللي في العين واجه من واجهات الدوله المشرف اللي ما شيء شرافته فندق ينضرب بالوصوف في الزين وفي الرقي وفي المدينة الجميلة وفي مكان الفنان يعني الله يحفظه الفندق ما يخصني باسمه ولا في علمه ولا في اخباره يا غير ابوي يتم من مدة والمدة كانت ما كانت طويلة وايد قبل كذا شهر فكل بلد في الكون مكينة السبريسو اللي في الغرفة تكون يكون بفري
اي بلد يكون القهوه ببلاش، ما في الروم سيرفز ولا في المطعم، لا اللي في الغرفه، في اي بلد، في افقر بلد بلدان العالم وفي اغناها، في كل نحن اللهم لك الحمد ما بفقارة، نحن اغنياء، اغنياء بالله سبحانه وتعالى، اغنياء وما علينا قصيره، كيف يعني نعيز نجهوي ضيف جاينا؟ ليش؟ وكل العالم الضيف اللي يجون الفنادق في نيال الهواء وحاطي مكاين محطوطات مكان للسبريس ولا في الغرف سبيل انبو، انتو تتعايزون عن في نيال القهوة جيمت 10 دراهم ولا 5 دراهم؟ شو يعني هذا اللي يصرط الهيب ويقصب الابرة؟ لا والله الله لا سامحكم من إدارة إذا أنكم تستمرون على هالحال المايل، لا والله نحن لا بفقارة، وبلادنا الحمد لله بلاد خير، وبلاد يعرفون المذاهب والمعاني، وساقين على الشريعة الله ساقوها على الدابة رد في سربها، أنكم تعدلون من هالوضع بالعويذ الله من شركم. يلا باركم ياركم الله، الله يحفظكم، مساكم الله بالخير في يوم لا أدري بأن يوم لا أدري يوم لا نحن ندريبه، مو يخصكم عادة، أنا شد غير رأي المدة تجيب من بني ياسرين أوصل 5 دقائق ما صبرت طول الدرب وأنا ساكت من ظهرت من العين لين وصلت بوظبي، ومن البارح وأنا صاخ عنكم عن أبو حد يقولي كيف حالك كيف أنت طرشوا لي رسالة عن أبو ما حب فيكم حتى افتكر قال بلا هلا دمي وصل يا وصل بوظبي ما وصل خلص شغله له وساير أسبه احنا ابوكم تماركم صديق ربيعكم الا لقدام عينكم اسوي ياكم سوالف. ثانك يو جميع المسجات يت بارك الله فيكم لك تولهت عليكم شو اسوي قولوا لي ادمان ادمان هالسناب ادمان زاد هم محمد كل يوم تصدعوا ديانا من خذ التلين لين اصطاح السناب ونحن ما تتواقف بس بغيت اخبركم اني وصلت وصلت الحين بنياس باجي لي ان شاء الله شيء بسيط وبوصل محمد بن زايد وبتغدى بعيدنا الله خير في احتمال 85% اني احضر عرسي على الله يحفظكم في نادي الضباط يتني الدعوة لين البيت وان شاء الله اني بحط لكم الكرت وبحضر العرس ان شاء الله اشوف عمري متعايز لكن ان شاء الله ان الله سبحانه وتعالى بيقويني وبحب دعيته فاستجيبوا ناس جاييني لين البيت يدعوني هبه مطرشين لي كرت بالواتساب ولا دعوة عادية لا واصليني لين البيت وما ادري والله ان شاء الله اني ما بتعايز ان شاء الله اني ما بتعايز هي كلمة بتعايز ولا تهايز يقولون هيز ولا عياز انا اللي اعرف انه اتعايز ما ادري كيف حد مطرشين لي ولا أقولكم على الانستغرام بدل ما أحط أبوي المكونات مكتوب عليه مال الخمير مال الشباب مكتوب أبوي فوق الشباب لكن الطريقة طول العين مال الخمير سامحوني كنسل سويت الديليت من شو اسمه من الانستغرام والحين برد أبوي اللي ممكن كاتب المكونات ترد تطرش لي إياها علشان أنزلها في الانستغرام مليون وحده كاتب تنهم ما ادري وين افدن ترى كل دقيقه امسح من كثر المسجات اللي تليفوني ازم ما يروم يتنسخ فقير من المسجات والصور والفيديوهات اللي مطلوب حاليا عشان تكلمت بسرعه قبل شويه وخفت ان احد ما فهم شو قلت اللي مطلوب يعني الله يحفظكم طريق المكونات للشباب اللي انا مسوين لازم ينكتب شيء بخط حلو وفنان حق انزله في الانستغرام حق العرب يبونه بارك الله فيك هل يقول ابوي ما حد ما سمعته ولا شياته اللي مثلا حينه ما يسمع ما يعرف يقرا بنسمعه واللي ما يعرف يسمع ترى شاف واللي ما يعرف يشوف بعد يدور له عاده على هو المهم هاي الدعوة أبوي يتشرف عائلة سعادة أحمد بن فاضل بن سعيد الهاملي والسيد خليفة خلفان ضحي الهاملي بدعوتكم لحضور حفل زفاف نجليهما فاضل على كريمة السيد
خليفة خلفارض حي الهاملي اليوم في نادي الضباط الساعة 4 العصر الحين. يعني لا تقولون ما حد قال التصوير من قرب. لكن ايه بخبركم ابوي اللي بيسوي ازيات بطايق مال دعوة لقولهم يخفون هذا الصليج منه. الصليج الحين اليوم بتصور ما يظهر زين ما زين. حتى اللي بيقرأ لازم مرة يمقل بعيون تمجيل يلا يلا يعرف يقرأها. طيب ما يقرأها يلا يلا يوم بتجرب جريب. فعرس الريايين اليوم ابوي وعرس الحريم ها كل الكل ممكن يا الله عاد انت حرمات تدورين السبب. والله حتى اللي بلي نظاره ضاي تشوف بنظاره من يجيها كره العرس بلي نظاره تقرا كل شيء حتى لو الحروف ما ينقرن. البيت كله عاده حال ما حال البيوت اللي الله كاتبنا غدا البيت العادي. اليوم طالت عماركم عيش شيلان شوي تستلينون اللي حقي انا او تشسيف تشسيف مطفي تشسيف طالع تقال ها هذا مطفي تشسيف هذا ابو مطفي التشسيف مطفي المطفي نفس المطفي العادي لكن ابوي تشسيف هبا يا الله يحفظ ما بشفنا مدفى لا تشسيف فرق ترى بين المدفى والتشسيف يلا وهذا يا الله يحفظكم غدائي قال لكم ما بسوي يوم بسوي شيء مميز بصوره والغداء العادي اللي الناس كل حد يتغدى منه كل يوم ما بصوره احنا لان الناس ابوي يعرفون كل شيء وحتى هذا الناس كلها تعرفه يا غير اللادمي التذكير والكسيف والدوسان هذا كل ابوي الناس تتهلع عليه يوزلها تاكله يعني يتهلعون عليه يعني الناس تشتهي العيش اللي فيها خير اللي التراثي هذا مثل الكسيف والمدفى نوع ابوي من النيسر ونوع الثاني البدح من يكثر ورخص يبسوه هبوه في الشمس وبسلوه باعوه في غراش شيء كسيف وشيء مدفى واللي اخير اللي الد يعني حق المطفي هو المدفى يلا بتغدى عادي وهذا ايش قال لمونته هذا غير شرات المطارد شو شرات الصلوب يستعملوا يوم يصيرون العمرة ولا يصيرون الحي يستعملونه العرب ولذيذ وفنان يسوونه مطفي عادة ولذيذ ما شرات المطفي العادي مال شنعاد مال الصافي نفس الشيء لا غير هذا يغسلونه ويودن سهلة تشوفونها حمسة المطفي العادية اللي هم لومي ملبب ولومي وبصل وثوم وكزبرة وطماط يحمسونه ودفنه وبوي عقب الكان مدفى نيسر ولا بدح دفنه في المطفي وخلوه بيسكر على ضوء هادية إيلين عاد بالحل اسمته إيلين عقبين هذا شيء لذيذ وايد فنان أخير وألد حتى عن الطريق يلا بتغدى هذا زين ابوي ترى حتى لك مع المتطورين نحن نخدمها ها سباجيتي على صوص دياي ابيض وشاعات يسوون بعد على صوص دياي احمر وهذا ابوي مسوي مكس صوص دياي احمر وصوص دياي ابيض وها بتحرونه بس الجنجل ما نعرف الا مال الاول لا حتى مال الجديد نعرف كل شيء ما يغلب نعرف والجماعه ابوي اللي طالبين يبان سلطه الكيل الكير ابوي نسيت هب نسيت جاي متاخر فلذلك ابوي ان شاء الله اوعدكم ان شاء الله باكر ورا باكر بارويكم الطريقه وبخبر بخلي بشكارات يسوونها وانا بصور لكم يلا ما الحين نروح عند بوابه الفندق اللي هو فندق ونادي ضباط القوات المسلحه زين هو عاد عرس الهوامل اليوم الى الله يبارك لهم بدخل بسلم وبجلس وبتقهوى وان شاء الله انه ما بيكون زحمه زياده اصلا انا جاي متاخر روحي جاي متاخر المفروض ما اتاخر هكذا غير لح ولا قوه انا تاخرت زياده كم علي والله ما شاء الله تقريبا المكان ممزوح انا ابو كل يوم على هالتاخير
شو اللي خليني اتاخر هالكذا؟ زين شو اسوي؟ ترى هي داي لين جيت من العين ولين خطبت ما ادري ايش قايل وخلص شغلي بعد الدادري الحمد لله بعد بشيركم بتبارك عليه رضوان من الله. يلا حبنا كفو بصور بخبركم الحس بعطيكم العين. الحين هاي صورها هاي هاي باب صورة هاي فيديو انزين شو العرس؟ صورة طيب فنانة؟ نعم فنان كل شيء زين كل شيء ولا شو يقول لك الحين هن الحرمات؟ هني بعد يتخبر انك عن خدمة الدهنة وعن خدمة هاي ابوي ما بخاف ما بعمومي هاي خاصة لي هنا خاصة انا خبرت ابوي بارت سلعتي بعد ها مرحبا مرحبا هلا هلا حالك كيف انت؟ الله يسلمك ويحفظك شو عندكم؟ لقاء صحفي لقاء صحفي شكرا شكرا على هذا الله ييسر اموركم الحين ريال هذا ترى وايهتنا وياه ريال هذا يسوينا وياه لقاء هذا عيسى بن مطر الفلاحي للي عاد خلاص ابوي هو اسمه لبوكته الخاصه راعي محذر اي راعي محذر عنده بعير يسمونه المحذر نعم بعير شبوك بالله عليه نعم وينتج انتاج زين طيب نعم طيب هو بكبره طيب هو فلاحي وين بيجيبه الطيب يهياني ابو شيخ لعلك تعرفك العافيه ان شاء الله دوم ما تفارجك ان شاء الله انت محمد بن عبيد نعم وعقر المزروع عقر المزروعي على الله يحفظك عرس خالي الحين بعرسون ايوه على الله يبارك لهم ان شاء الله فاضل احنا فاضل والله والنعم 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 بس كنت عدالنا اي نعم هناك يمين سبع ما قد شفتكم والله احنا عاد ما ان شاء الله ما تظهر على الشاشه لا انت تظهر على الشاشه ما مرحبا مرحبا السلام عليكم كيف حالكم السلام عليكم كيف انت ما صورنا هاي شاشه هي افراح الهاملي قاعة طنب الكبرى والصغرى يا سلام سلم يا البوت الهامري كيف حالك الله يعافيك الاول نحن عديبك من كم من 30 سنه ظني لا اله الا الله والله العظيم انت شغال كانوا ويانا ابو حمد ايه الكبيسي ايه الحين منو وياي هنا هذا ريال الفنان خليفه بن حي الهاملي والله مليون مرحبا ولا يسد اتمنى لي العرس ان شاء الله جديد بعد لا حول يا ريال يا برك السعاده يا ريال يلا حبيبي ما شاء الله ما شاء الله فيديو ما شيء صور عاديه فيديو كل شرخ نحن مصبي ياسين نصورك ولا خبرنا ابو الجماعه ان ابو هذا ابوي ابو العروس هذا الرجال هذا ابو العروس هذا اسمه خليفه من خلفان الهاملي هذا ابو العروس وهذا هذا ابو المعرس سعاده بن فاضل الهاملي وهذا ابو هذا المعرس بكبره ما شاء الله تبارك الرحمن وهذا سعاده محمد بن غنام يعني الله يحفظه الهاملي محمد فاضل الهاملي تبارك الرحمن وهذا ريال وهذا الريال اسمه زايد على الله يحفظه وهذا واحد تو ياسي يشرخ يصور تعال ياي ايش تباني صورني صور المعرس العرب صورني انا ايش تباني والله ودر المعرس يا صور مرحبا 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 يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على المعرس هذا ابو يربيع الريال هل تشوفونه هذا صورته هنا في العمره في مكه في مكه صورته هي هي وهذا ابو خليفه بن عوض هي عمه هلال المريخي ايوه اشوف الطول نفس الطول اخر سلاله عندنا اخر اخر سلاله اخر لا اخر منتجين اخر يعني اخر لفحول عندنا لفحول هلا الله يخليهم اطعموهم زين ما زين ترى هذه شرات نوعيه نادره شنو هذا سويها؟ شو اسمك انت؟ منصور شو هي؟ انا اسمي منصور منصور بن منو؟ بن زايد والله والنعم وانت؟ شو اسمك؟ حمدان والله والنعم حمدان هذا
انا اقول يا رب البيت والحال سبحان الله متفارجين في مكه وتلاقينا في ابو ظبي. اللهم لك الحمد. شو تقول؟ لا شو تقول؟ ما عليه، تبغى صورة ولا ما تبغى صورة؟ وين أحط ناخذ سناب شات؟ شو اسمك أنت؟ ضياء. ضياء شو؟ بلوشي. والله والنعم. أنت؟ شو اسمك؟ شو؟ إسلام. كرامة البلوشي. كرامة؟ لا إسلام. إسلام بلوشي والله والنعم. مشكورين يا عيال محمد، مشكورين. شاب الأول عند الله علينا. أيام أبو حمد. أيام أبو حمد. هو بن فريح. بن فريح. هل بن فريح؟ موسان. موسان. موسان مات. لا لا حي على الله يحفظه. لا لا ما ظني. لا حي. لا مات. حي يا رجال اذكر الله. عاد منو؟ كم بن حسن؟ نعم. نعم وانا بعد ابوي ما اباك ما ابوي يلا الرمس ابوي قوت وخراب بيوت انت ابوي ما تعيزه ما شاء الله من الرمسه هوامل ليش هوامل ما يعيزه من الرمسه أشر عليك أنت شحت أنك من طولك اسمع هناك دهن عود ونرجس وفلي I'm
اخوي عاد هلال المريخي على الله يحفظكم. صديق خشم وعين مرحبا مرحبا. هذا الحين عزوم انا يا مخصوص عشان بصور هنا عم شو التحرك ابوي هذا ربيعنا ليه في لندن وفي الوثبة وفي الوثبة لا لك انا اكثر في لندن انا ما دريت بك انك كم بني عود ولا كم خل الله العظيم طلع طلع التمرين الله يحفظك ليش في العرس تلقطون اي مناسبه لازم موجود والله مليون مرحبا ابو عبد الله على الله يحفظك يبارك فيك يطول بعمرك يرفع من شانك ان شاء الله شباب الاولاد الصغار اللي من مده في البحر شلاهبه عيالهم التوب اللي شابهون لكو 600 ادمي واغلبيتهم ابوي اغلبيه لا 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 يا لا 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 ممنوع لا لا الحين نحن نظهر ابويا شباب حق اللي ابويا لها خاطر تعرس تصير تخطب هي ما على وايدات اللي يرقب مني انا وايد وايد يا خطير مني. انت لكن الله يرزقك بالله ان شاء الله ان شاء الله انزين وين اخوك؟ اخوي توأمك ها؟ توأمك وينه؟ وراك الحنبيه قل والله نعم اكو وينه خلي يجي مساك الله بالخير النور والسرور كيف حالك؟ عافيك الحين كلنا ابوي بيعرف انت منو بيعرف انت منو محمد علي خلفون بضحي الهاملي والله والنعم 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 شو اللي شو مقترحك لي قبل شوية انك تصور مع اصحاب الهمم متى عادة منو اللي بيتبرع في المركز نتبرك موعد انزي ابرك كم ساعة بشوف انا كيف انزي توكل على الله
الرجال هذا نحن هاك اليوم توعدت وياه على الغداء. نعم لكن ما وفيت. نعم زين شو اسوي عاده؟ لكن الوعد الويكند هذا ان شاء الله. ان شاء الله هذا ولا ناصر ولا منصور؟ ما ادري واحد في واحد فيهم واحد منهم عليه 5000. لا مستحيل لا يكون حبة خال. لا لا كنا حتى انا بالمره شلوه وحطه من وسط تراه تركي. حالة ديور حاط عليه انا. الرجال ابوي عديبه في استراليا. خبر علينا. اي والله في جولد كوست تلاقينا. في جولد كوست. ما يعرفون الحين مذكر الحين انا. يا ابو محمد عندنا سوق هذا. ان شاء الله. الكمبني من بعيد يبين الكمبني. شوفوا هي داير مس التليفون. كل كمبني ويوم بيرمس يصاصر عمره. ما حتى لي عداله ما يسمعه. شوفوا ها. كل كمبني. من هذا وين هو من هذا ها من هو من المدينة وهذا هيوا من هو من ليوا عبد الله. لا سبحان الله هو من المدينة تلم نمونة وحدة نفس القالب نفس الصبة. اي نعم حد ليوا غير اخوان. انت غادي حلو انت ابو شرف. انا من استويت حلو حلوه على الله يحفظك ويبارك فيك. شوي صغير عاش المعرس روح روح. المعرس سلام الله I'm not afraid.
Yeah.
حياه؟ ايه؟ هذا هو. نعم عرسكم؟ عرسكم في حياه، في روح، في روح، فرح فرح، يعني الفرح ان شاء الله ما يفارجكم يحفظكم ان شاء الله. هذا ابوي، هذا هذا عجيد القوم. نعم عجيد القوم. نعم والكبير الله في الحرم تلاقينا وياه في مكه متلاقي وياه. سوينا التمرين تحرك من المدينه من اول. قال بايكم هذا محمد يسوي. نعم هذا ها ياسين في في هناك في اللوبي. في اللوبي وين الخالدي مره اقرب عنك مشاوينا مره جديده ما شاء الله عمرها الخالدي الله يحفظك ويطول بعمرك ان شاء الله. الله يلحقك ان شاء الله في ذريه ذريته. امين حفظك بارك مشكور على وصولك. واجب واجب هذا واجب. انتم دم ولحم، انتم من العروقي على الله يحفظكم. الله يطول بعماركم. منو عاد لي غلب؟ منو لي غلب؟ غلب محمد الخالدي. اي والله الخالدي كلها تعليماته كلها تشجيع على الشيء هذا. لكن هب خيار بدالي نسيتين رقم واحد. هي والله لازم تسوي تحدي يوم عديه العصر الحين لازم يوم يخليه خدمة قرص ويوم بلاليط ويوم مفروض ويوم هنا معلمات. لكن انت شغلك جديد. هي 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 تستحدث جديد الاضافه. اه اضافه. هي ما هن راهن رواعي العرف رواعي المدينه وحل الدار كل هن اهل العرف. يا غير ساعات حركات ما ضحك سوار مغير. الله ييسر الامور ان شاء الله. وين بتودينا الحين انت؟ عند سعاده اللواء سالم الشلبود. هذا الزين هذا الزين. اول بادي احنا صورناك انت الحين كلكم باثنينكم الحين. سالم سالم هذا ريال هذا مع الوالد. زين هذا الوالد انا والوالد بس بس انتم باثنين. لا 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 انا وسعاده اللواء يكون عرسنا وانتم عازوم ان شاء الله. زين ابارك كم ساعه؟ حريمكم ما عندهم خلاف؟ لا ما عندنا طلع عزوم. زين نحن من عادتنا ما نشاور الحريم. يا رجل حين اول ما تعرف سوالفنا الاوليه اعرف لا حج عليها وياكم من السوي يا اخي. لا حين الامور اختلفت ما توهقنا الحين وكلهن يسمعن. مليون هذه شوف نعطي هاي مليون ما يسدهن المليون. هي سنة 90 يسد المليون. الحين 10 هنا هني سكتنا. يا ابا هذا ما فينا كان تبع بنبطل. يلا الله طيب اللي يبنى بنعطيه. يلا الله يبارك لكم. مرة خسكم ما يسد المليون. العيال تستاهل كل شيء. بعدين احنا ممنوعين من قبل الشيوخ. الله يبارك لكم ان شاء الله ويسعدكم اليوم ودوم ان شاء الله. نحن جايين من ميونخ تونا. هي نعم. مسويين عمليات ونشوف هذا الرجال هذا اللي مره في مصر ومره ما ادري وين ومره ما ادري وين. قلت تعالوا يا رب هذا الرجال هذا الرجال هذا الرجال هذا الرجال اللي في مصر وفي استراليا وفي ما ادري يوم اشترى المغرب وين. كم وحده ما اخذ انت؟ ثلاث والرابع يرمسون عنها اربع. يا رجال وحده ما شيء غيرها هذاك بس هذا بس ديكور هلال وانت هلال غيرك ما شيء واحد والله وحده. وهذا لسان كله خربت الشيء. امين الله يسلمكم ويحفظك انت في دعاه الله ما الله تباركتم. حيت اخوان مايد. نعم مايد بكبره وين؟ مايد روح بيت. ايوه مايد الهاملي روح اول مايد انا وايهن يلا مبروك يا المعرس مع السلامة. الله يحفظك. يلا مع السلامة. الله يحفظك. يلا مع السلامة. الله يحفظك. مع السلامة الورد. الله يحفظك. ما شاء الله. نبغى صورة نبغى صورة. يلا حينه. كمبانية هذا ما. يا سلام. مساكم بالخير يا أهل السناب. خالد اعطيت المزروعي معاكم والله والنعم. الريال هذا احب انا في الله والى الامام الى الامام يا خالد. الله يحفظك. نحن من المعجبين. جزاك الله خير ومتابعينك اول باول. يبالي اربع طابوقات لين الحق. لا لا ما عليك ما عليك غادي كبير بتكسر ما بتكسر. يلا يلا مع السلامه مع السلامه. هزاع هزاع تعال ياي تعب اصورك. ما تبغى اصورك؟ ما يبغى زام بعمره بعيه. ولد العيوز. كيف تقول انت سمعتك ولد العيوز؟ هي قلت ولد العيوز. ولد العيوز. سمعتك الحين تراها. لا عاد انا وين اتروع؟ انا ما اتروع ابوي منها. لا هاجمنك يا هاجمنك كله بالمسجات. ترى اسوي ترى شيء يوم يجي هجوم وايد قوي اصخ.
ختل ختل شرد يعني ما قصرت ابو محمد على السياره انتم الشر الله يبارك لكم ان شاء الله يبارك الكيكه اللي توني صورت لكم هذه من نفس الكيك اللي الحرمه اللي تخدمه كيكه عزه هذه الكيكه اللي بالصح ما شاء الله تبارك الرحمن الطلبات ما ونت يا غير سوى شوي تاخير في التسليم لان الطلب وايد يا وانا عيل قلت لها من قبل قلت لها عندك اللي تغطين الطلبات قالت هي وين عندك هي اكثر عن 5-6 حريم دقن تليفون يتشكنا وان نحن طلبنا واخرتنا عزلين 3-4 ساعات قلت بقى ما بيديحي والله اتصلت وفاتنت عليها فاتنت عليها بالقوة بعد اقول لكم هاي حرمة توها طالبة كيكة وكلت ثلث الكيكة اللي بتطعم ابوي الدبش الاول يوم ياكلن السح وايد يحمرن وتتنفخ بطونهن ويموتن لان نفج تبطل باب الستور البخار وعفدن الدبش في البخار ولا يمن السح كله انتفخن وماتن احيانا تنهنمونه بتكبوي هاي كيكه السح السح اللي فيها ما بشيء بسيط لا كميه كبيره فلذاك ابوي اللي بياكل من هاي يخف على عمره وترى الكيكه ما تعول يومين 3 أسبوع ما تعول في مكان براد ما بتلاج حتى مكان براد يعني ما تعول ليش ما تعول لانها مخدومه يوم السح منظف وحاف في مهاته ومنظف زي ما زين ومنفوخ عليه بمكاين وطاير طار طار عن الغبار وكل شيء ويردون يغسلونه ويهبونه من يد ويديد لين يحف وتلينه الشمس وعقب ابوي يصيرون يكنزونه من هذا السح لو بيكمل 4 سنين ما يعول لو بيدور حتى عليه حول ما يعول لانه مخدوم خدمه طيبه يا غير هذاك مال يكا وعطى بيزه ما يستوي ابوي يد وكنز يد وكنز ما يستوي لازم ابوي يباله تنظيف وغسال زين ما زين فلذلك ابوي واحد ما ياخذ شيء مني وطريج من عند حد ما يعرفه اللي بياخذ صح ياخذ من ناس هالذمه وهالضمير وهالمعرفه بارك الله فيكم والله يبارك للمعاريس ان شاء الله يجعل السرور يجعل ان شاء الله السرور والفرح لزيمهم دب الحياه ويرزقهم الذريه الصالحه يرزقهم الذريه الصالحه مثل ما هو ياس يحوف ببوه في ابوه الحوف شفتوا ايش قال يحوف ابوه يحور بوياه ويتحيل ويرزف شو بقولكم شيء عظيم يعني الله ان شاء الله يفرحهم ويفرح امه محمد يفرح ان شاء الله كل بيت ويبعد ان شاء الله الكدر عن كل ادمي كل مسلم ويحافظ بلادنا حكومه وشعبا من كل مكروه يلا في امان الله بس عليكم او ان اليوم لا اليوم انا رغم اليوم يوم لا لا بس تو ابوي بقدره قادر يلا في امان الله اليوم بالذات دبل عن كل يوم بعد استوى الله نهب احنا يلا في امان الله انا توني شايف انك وين بتصير لا ما بزعلان لك وين بتصير هي كيف انا الصبح الحين باصل نزيل لكن الحين وين بسير الحين وين بسير عبد الله ادري بسير عندكم عبد الله خلاص بسير عندكم عبد الله عقب اسوي رياضه وعقب اسير البيت زين صلاح يسلموا عليك من مستشفى بارجيل وبيسوي لك موعد اسبوع الجاي عسب ضروسك هي بسوي هي بسوي كامل الدكتور هذا جراح رقم واحد بيقابلك اول وبيفحصك ان شاف يروم يسوي بيقول هي وما يروم ترى بيتعذر شو رايك انت؟ ما شي مشكله؟ اخاف شي مشكله يا صلاح؟ شي مشكله لو ما شي؟ اكيد غير بدل ها؟ ستة هذا شو؟ في المعاريس؟ لا ها؟ دكتور الدكتور شفته؟ ايه شفته قال صلاح قال له اوكي بيقابلك قبل ايه؟ هي بيقابلك بيسوي لك فحص كامل إيه؟ وبيسوي لك بيشوف كان بيروم يسوي لك حيله ولا حول عسب حنوتك ايوه الفتش هذا الفتش إيه؟ مثل بيسوي مثل ما الخلف ايوه تصير الخلف ايه انزين؟ انزين حبيبي قول له شكرا دكتور شكرا دكتور شكرا مستشفى بارجيل بارجيل لا بار لا ما عارف برايك عيا داقي لا بارجيل
اقول لك كلمه. الله يرحم زايد وزايد الاول. انتم الشحوح مخلفين ابو على يد لكم بياض الويش الله يحفظها ما هي مو غريبه عليكم. سيف يا مساكم خير ونور وسرور ورضا من رب غفور. وصلت البيت ويلست وعينت من الله خير وصليت المغرب وصليت العشاء وعطيتهم جسمهم الهذربان والرمس للبيت وعندك ودونك وحيني على الله يحفظكم. ساير النادي ساير النادي وباكل ابوي هواي وبرمس وبسوله وبتمرن وبضحك وعندك ودونك وبخلي ابوي الذرعة ترعى لي في كب دقيح لي في يحيد ابويا فيه في كب دقيح ولا يحيد ابويا متوزي برايه انا ما علي انا ابوي مدامي حي برمس وبسولف وبضحك وبرمس من راس خالي ما يبالي برمس من شو راس خالي ما يبالي. فلذلك اللهم لك الحمد وين ما اصير اموري متيسره ولا علي بار ولا عليه حمك الله ولا هم يحزنون. شحاتي ماكلات وشاربات ومنحات الموت مات وياركم الله وإن شاء الله أني بخلص من التمرين وبسير البيت وبحط راسي وبرقد اليوم برقد من وقت لأن أبوي ترى ما قيلت تحيدون وباكر سيرة البحر سيرة البحر باكر مبونها كانت سيرة دبي يغير ما الله كتب إن شاء الله سيرة البحر باكر وبنبات ونهار ثاني جمعة عقب الصلاة إن شاء الله عقب ما نتغدى بتسوي كشت عودة بتيامعين كلهم عيال الهادومة وهم سالمين وهم سالمين كلهم أبوي بتيام كل حد بانوشه كل حد بانوشه بنتيامع كلنا في حالة من هالأحوال وبنمسي هناك أبوي وبنتعشى وبنرمس وبنكسر اليوز لين يميل العود ويحتني وبنشل ودامنا وبنضوي بيوتنا وبنحط روزنا وبنرقد وبنصبح يوم السبت إن شاء الله كالعادة غداي في بيتي في أبو ظبي إذا الله جعلنا من حيين والدنيا مطرجة يلا إن شاء الله عاد حنيا يشتاء بتستوي سيرات ليوة وسيرات الغربية ما بنخلي بقعة تعد وتذكر إن شاء الله. بارك الله بالنور السرور يا بطي. يقول غرو النهبني يوم هرمى سهامه ولديت عيني عنه والقلب لهلد لد رابط ضميري دم شيط خيامه وغنيت فيها من الطواريك لفند يا ليتني واحد من ابناء عمامه ما كان في سلم الوصل عنه بارد وانا الضد كنا نزلنا من متون الغمامه ما كننا الا ناس على الارض تنعد ويا طير يلي مرهبتك الحمامه طيورنا لفلست يا الظروف وتبلد شاعر ويوم يحق لابناء عمامه حاجوا الصدره في القوافي تسرنا كامل بارك الله بالنور السرور يا بطي. يقول غرو النهبني يوم هرمى سهامه ولديت عيني عنه والقلب لهلد لد رابط ضميري دم شيط خيامه وغنيت فيها من الطواريك لفند يا ليتني واحد من ابناء عمامه ما كان في سلم الوصل عنه بارد وانا من قبيس الفخر والشهامه مالي عن قبيس الفخر يا الغضي بد دومن الروم اللي صعيب المرامه ونطوع العاصي ولا نرحمه الضد كنا نزلنا من متون الغمامه ما كننا الا ناس على الارض تنعد ويا طير يلي مرهبتك الحمامه طيورنا لفلست يا طير تنهب وتورد الضامي حدود السلامة عقب الهماج تورد الصافية العد يا سعد من خلى القبيسي حزامه مالان في جور الظروف وتبلد شاعر
ويوفي حق لابناء عمامه حاجه الصدره في القوافي تسرمه كابو كابو.